أهلا بكم. منذ فجر التاريخ والبشرية تواجه أسئلة وجودية بخصوص الكون والحياة، أسئلة لا نجد لها حتى الآن إجابة شافية كافية. وهنا بتنقسم البشرية إلى قسمين. القسم الأول وهو الغالبية العظمى من البشر بتتظاهر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة كل شيء، فلكل سؤال يوجد الجواب المريح والخادع في نفس الوقت. أما القسم الآخر وهو الأقلية من البشر فهم لا يبالون أصلا بتلك الأسئلة، فهم يعيشوا ويموتوا في إطار العيش والحياة وفقط. وبين هذين القسمين يوجد الفيلسوف، فهو بكل بساطة ذلك الشخص الذي يعي جيدا أنه لا يعرف كل شيء، ولكنه في نفس الوقت يبالي ويهتم ويريد حقا أن يصل إلى الحقيقة. فيلا بينا بقى في حلقتنا نتعرف على حكاية أعظم ثلاثة فلاسفة في التاريخ، سقراط وإفلاطون وأرسطو. تعالوا بقى نشوف مع بعض إزاي غيروا الفكر البشري إلى الأبد. يلا بينا بقى نحكي حكايتنا. اللي متابع معايا سلسلة ببساطة، فاحنا دلوقتي وقفنا الحلقة اللي فاتت عند مفترق طرق لتاريخ الفكر البشري بين نمط الفكر الأسطوري الخرافي اللي كان سائد العالم القديم، وبين نمط التفكير العقلي المنطقي اللي بدأ في بلاد اليونان زي ما وضحت الحلقة اللي فاتت على يد مجموعة فلاسفة الطبيعة، اللي زي ما وضحت أيضا في نهاية الحلقة اللي فاتت إنهم بيمثلوا مرحلة فلاسفة ما قبل سقراط. وبالتالي بيطرح السؤال نفسه، لماذا بظهور سقراط وفلسفته قد انتقلت الفلسفة والفكر البشري إلى مرحلة أخرى أكثر نضوجا؟ فماذا فعل سقراط لكي يكون بتلك الأهمية؟ عشان نفهم إجابة السؤال دوت ونفهم كويس حكاية المرحلة دي، لازم الأول كده نسافر بسرعة ونلقي نظرة سريعة على شكل المجتمع اليوناني وشكل الفكر والفلسفة اليونانية قبل سقراط مباشرة. احنا عندنا المجتمع اليوناني زيه زي باقي مجتمعات العالم القديم، بدأ بسيطرة نمط التفكير الأسطوري الخرافي عليه حتى تقريبا حدود القرن السادس قبل الميلاد، عندما بدأت الفلسفة بالظهور وبدأت فلاسفة ما قبل الطبيعة بنقد التفكير الأسطوري، وبالتالي بدأوا بإنتاج تفسيرات عقلية منطقية للظواهر الطبيعية، حتى وصلوا في النهاية زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت إلى إنتاجهم لفكرة الذرة. وبالتالي بدأت تزدهر قيمة الفلسفة وأهميتها لدى السكان اليونانيين، وخاصة مدينة أثينا اللي كانت في تلك الفترة ده تقريبا في حدود القرن الرابع قبل الميلاد العاصمة الثقافية والمركز الحضاري لكامل البلاد اليونانية. وبالتالي بدأ السكان اليونانيون بحب الفلسفة، مع إدراكهم لقيمتها بدأوا بالرغبة في تعلمها وأيضا الرغبة في تعليم أبنائهم إياها لكي يصبحوا فلاسفة عظام مثل فلاسفة الطبيعة. وبالتالي كنتيجة لتلك الأجواء بدأت تظهر في المجتمعات اليونانية وخاصة زي ما قلت مدينة أثينا مجموعة من أساتذة الفلسفة أو معلمي الفلسفة اللي كان كل شغلهم الشاغل هو تعليم السكان اليونانيين للفلسفة مقابل المال. هؤلاء معلمي الفلاسفة أطلقوا على أنفسهم لقب السوفسطائيين. يعني إيه بقى السوفسطائيين دول؟ طب بساطة شديدة مصطلح بكل اختصار معناه معلم الفلسفة أو معلم الحكمة. تعالوا بقى واحدة واحدة نعرف مع بعض حكاية السوفسطائيين دول. دول بقى حكايتهم باختصار شديد إنهم مجموعة من الفلاسفة عاشوا الجدل المثير بين فلاسفة الطبيعة حول ألغاز الكون وأصل الوجود وتفسير الظواهر الطبيعية اللي أنا شرحته معاكم الحلقة اللي فاتت، وبالتالي رأوا من وجهة نظرهم أنه من باب أولى أن نهتم بالإنسان وموقعه من المجتمع بدل من أن نهتم بأصل الكون وتفسير الظواهر الطبيعية. وده زي ما وضحت من شوية كان تماشيا مع انتشار فكرة تعليم اليونانيين للفلسفة مقابل المال. وبالتالي بدأ السوفسطائيون أو مجموعة الفلاسفة دول انطلاقا من إيمانهم بأهمية الإنسان وموقعه من المجتمع بالتجول بين المجتمعات والمدن والمستعمرات اليونانية، وبدأوا بدراسة الإنسان
ودراسة العادات والتقاليد والقوانين المختلفة بين تلك المجتمعات اليونانية، وبدأوا بعد ذلك بتعليمها لليونانيين مقابل المال، وبالتالي كنتيجة لانتشار فلسفتهم القائمة على الاختلاف والنسبية بإثارة جدل كبير جدا في المجتمع اليوناني بخصوص المعايير. يعني من الآخر خالص، رأى السوفسطائيون أنه لا وجود لمعايير مطلقة، وأن الخير والشر، الصواب والخطأ كلها مفاهيم نسبية، وأن كل مجتمع بيحددها طبقا للإنسان نفسه، لاحتياجاته ولثقافته وما إلى ذلك. ويمكن بتيجي هنا أشهر أقوال السوفسطائيين اللي كانت على يد كبيرهم السوفسطائي الشهير بروتاغوراس، اللي قال إن الإنسان هو مقياس كل شيء. المهم إن في خضم هذا الجدل المثير بخصوص المعايير في المجتمع اليوناني، ظهر لنا واحدا من أعظم فلاسفة التاريخ، ألا وهو الفيلسوف العظيم سقراط، اللي رفض بشكل قاطع فلسفة السوفسطائيين القائمة على النسبية، ورأى أنه لابد أن يكون هناك بعض المعايير المطلقة. طيب إزاي بقى عمل كده؟ عبقرية وعظمة سقراط الحقيقة كما نعرفها من كتابات ومحاورات تلميذه أفلاطون، لأن بالمناسبة ويمكن دي مفاجأة لكتير مننا، فإن سقراط لم يكتب سطرا واحدا، بل كل ما نعرفه عنه كان من خلال زي ما قلت كتابات تلميذه أفلاطون عنه اللي حفظت في أكاديميته اللي أنشأها زي ما هنشرح كمان شوية. المهم بقى إن سقراط كانت فلسفته وحياته بكل بساطة إنه كان بيتجول في المجتمعات والشوارع اليونانية يقابل العامة، يبدأ بطرح الأسئلة ويدعي أو يتظاهر بعدم معرفة الإجابة، ويبدأ بالنقاش والجدال مع المتلقي حتى يصل به إلى أن يضطر المتلقي بعقله وبكامل إرادته من التمييز بين الصواب والخطأ. ده بقى اللي بيعرف في الفلسفة بمصطلح سخرية سقراط. وبالتالي بتكمن عبقرية وعظمة فلسفة سقراط في أنه كان لا يعلم الناس شيئاً، بل كان زي ما وضحت من شوية بيدعي عدم المعرفة، وبيجعل المتلقي عن طريق الجدل والنقاش هو بنفسه من يتوصل إلى معرفة الصواب بعقله. وسر الفعلية دي الحقيقة أن سقراط آمن على عكس السوفسطائيين بالعقل، ورأى أنه لديه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر. وده ببساطة لأن سقراط رأى أن العقل دائم وأزلي، بل أن سقراط آمن أيضا أن هناك بعض المعايير المطلقة، وإن المعايير ليست نسبية كما يدعي السوفسطائيين إنها بيحددها المجتمع، بل إن سقراط أيضا آمن أن السعادة تأتي عن طريق فعل الصواب أو فعل الخير، وأن التعاسة أيضا تأتي عن طريق فعل الخطأ أو فعل الشر. وده ببساطة شديدة لأن العقل البشري زي ما قلت من شوية لديه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. ولكن طبعا كحال أي سلطة أو أي حاكم لا يريد أن يفكر الناس أو أن يعملوا عقولهم كما يريد سقراط، وبالتالي بدأت السلطة في أثينا باتهام سقراط بتهم مشينة زي إفساد عقول الناشئة وغيرها، وبالتالي حكموا عليه بالإعدام. ولكن سقراط تجرع السم قبل ذلك وسط أصدقائه، ومات سقراط لأنه فقط خالف تقاليد مجتمعه وأراد للبشر أن يفكروا ويعملوا عقولهم. وبالتالي نقول أن بظهور سقراط وفلسفته قد تشكلت مرحلة أخرى، اللي هي مرحلة ما بعد سقراط، مرحلة أكثر نضجا في الفكر البشري، اللي كان أول من أبدع فيها هو تلميذه الفيلسوف العظيم جدا أفلاطون، اللي شكل موت أستاذه سقراط التعبير الأكثر حدة للتناقض الموجود في الحياة بين الظروف الواقعية وبين ما هو مفترض أن يكون. يعني بقى الكلام دوت؟ يعني ببساطة شديدة موت سقراط شكل بالنسبة لإفلاطون تلميذه تعبير واضح جدا على التناقض اللي موجود ما بين الواقع اللي احنا بنعيشه وما بين الواقع اللي المفترض أن يكون موجود. فسقراط من المفترض أن لا يحدث له ما حدث، وبالتالي بدأت تتشكل فلسفة إفلاطون المثالية، اللي ممكن نلخصها في جملة واحدة ونقول إنها ببساطة شديدة بتفسر العلاقة بين ما هو واقعي أزلي دنيوي وبين ما هو أبدي ومثالي. يعني إيه بقى الكلام دوت؟
نركز بقى واحدة واحدة كده مع بعض عشان نفهم الفلسفة دي كويس. حكاية فلسفة أفلاطون بكل بساطة إنه آمن إن كل شيء موجود في الطبيعة أو في واقعنا عبارة عن شيء مادي محسوس ملموس خاضع للتغير خاضع للتحول وخاضع أيضا لتأثير الزمن، ولكن لكل موجود من تلك الموجودات بيوجد صورة أخرى أو فكرة أو قالب آخر يوجد في عالم موازي لعالمنا أو موازي لواقعنا بيسميه أفلاطون عالم الأفكار، فهو عالم مثالي دائم أزلي بيوجد في عقولنا. إيه بقى التعيد ده يا عم؟ معلش، هي الفلسفة في الأول كده بتبقى صعبة وصعب تتفهم من أول مرة، لكن مع التكرار بنبدأ نفهمها وبنكتشف إنها واحدة من أمتع العلوم. فتعالوا كده مع بعضينا واحدة واحدة بمثال بسيط نقرب الفلسفة دي. دلوقتي مثلا لو جينا سألنا سؤال بسيط جدا، وهو ليه كل الفيلة مثلا اللي موجودة في العالم متشابهة، سواء بقى شفناها في حديقة الحيوان أو شفناها في أي مكان، ليه بنقدر نميز الفيلة حتى لو كان الفيل اللي احنا بنشوفه دوت مقطوع زلمته مثلا أو رجله مكسورة أو في أي مشكلة، ليه بنظل قادرين على تمييزه؟ هنا بقى أفلاطون بيرى هو بكل بساطة إن كل موجود في الطبيعة كل كائن في الطبيعة له صورة أو فكرة أو قالب آخر مثالي كامل موجود في عالم ما موازي لعالمنا اللي هو عالم الأفكار موجود في عقولنا. يعني ببساطة بيوجد في عالم الأفكار دوت فكرة أو صورة الفيل المثالي أو حتى فكرة أو صورة الإنسان المثالي أو أي شيء بقى زي ما قلنا بيكون له قالب أو فكرة مثالية في عالم الأفكار، وبالتالي فإن صورة الفيل تبقى صورة مثالية كاملة بزلومة وأرجل كاملة وذيل وما إلى آخره، حتى لو كانت كل الفيل اللي في العالم مقطوعة الزلومة. يعني ببساطة شديدة أفلاطون بيرى إن كل ما هو موجود في الطبيعة ما هو إلا انعكاس للأفكار المثالية الكاملة الموجودة في عالم الأفكار الموجود في عقولنا. يعني بكده ممكن نلخص فلسفة أفلاطون ونقول إن أفلاطون آمن بوجود عالمين، العالم الأول اللي هو العالم الواقعي المحسوس اللي هو بيسميه أفلاطون عالم الحس اللي هو قائم على الحواس. ده ببساطة شديدة العالم الواقعي بتاعنا اللي حواسنا فيه هي اللي بتدرك الأشياء، وبالتالي فيبقى عالم قابل للتغير للتحول، معرفنا فيه غير كاملة وغير أبدية. أما العالم الثاني اللي هو عالم الأفكار عالم المثل، فهو العالم المثالي اللي فيه الأفكار أو القوالب المثالية. وهنا بقى أفلاطون بيرى إن عالم الحس اللي هو العالم الأول اللي هو العالم الواقعي لا يمكن إدراكه سوى بحواسنا وفقط، أما عالم الأفكار أو عالم المثل نستطيع أن ندرك الكمال وندرك تلك الصور المثالية عن طريق العقل، وذلك لأن أفلاطون يرى أن العقل هو الشيء الوحيد الموجود في جسد الإنسان الذي يعد دائم وأزلي أو بينتمي إلى عالم الأفكار. طيب تمام، أعتقد بقى إن منكم وأنا بشرح فلسفة أفلاطون أكيد أو ممكن يكون جه في دماغه إن دي نوع من أنواع الفلسفة المثالية الزيادة عن اللزوم، يعني مش واقعية شوية، يعني فكرة عالم الأفكار وغيرها ده نوع من أنواع الهروب من الواقع أو نوع من أنواع المثالية الزائدة. لو أي حد بقى فيكم فكر في الحاجات ديت فأحب أهنيه وأقوله إنك فكرت بالظبط زي الفيلسوف العظيم أرسطو تلميذ أفلاطون اللي انتقد بشدة مفهوم أو تصور أو فلسفة أستاذه أفلاطون وراء إنها مثالية زيادة عن اللزوم، وإن أفلاطون وبكل بساطة قد أدار ظهره للواقع واهتم بما وراء الطبيعة، وبالتالي رأى أرسطو إن فكرة عالم الأفكار ديت فكرة غير واقعية ولا تعطي أدنى اهتمام للطبيعة، وبالتالي بدأ أرسطو بعد ذلك على عكس أستاذه أفلاطون بالانحناء على يديه ورجليه، وبدأ بدراسة الموجودات والأحياء نفسها وبدأ يكتب عنها ويفصلها. فأرسطو بكل بساطة قد استخدم عقله وأيضا قد استخدم حواسه، ويمكن علشان كده بنلاقي إن في فروقات واضحة جدا ما بين كتابات أفلاطون وأرسطو. فكتابات أفلاطون بيغلب عليها الشاعرية الرومانسية المثالية
في حين ان كتابات ارسطو بيغلب عليها الجفاف او التفصيل، يعني كانها كده بالظبط قاموس علمي. ولكن ما فعله ارسطو قد جعله اول عالم احياء في التاريخ البشري، بل جعله مؤسس المنهج او النظام العام لمختلف العلوم اللي احنا بندرسها دلوقتي. وده ببساطة شديدة لأن أرسطو قد كتب في مختلف العلوم، بل إن أرسطو قد أسس علم كامل اللي هو علم المنطق. فتعالوا بقى واحدة واحدة كده وباختصار نعرف حكاية أفكار وإنجازات أرسطو وحكاية فلسفته. حكاية أرسطو بكل بساطة إنه بدأ في البداية زي ما وضحت من شوية بنقد فلسفة أستاذه أفلاطون، بل إنه قال على العكس منه تماماً. فأرسطو رأى أن فكرة عالم المثل أو عالم الأفكار دي فكرة غير واقعية، بل أنه رأى وبشكل واقعي جدا أن كل الأفكار اللي موجودة في عقل الإنسان جاءت بعد أن أدركها الإنسان بحواسه، على عكس اللي بيقوله أفلاطون من أن هناك عالم آخر اللي هو عالم الأفكار أو المثل فيه الصور المثالية لكل الموجودات في الطبيعة مسبقا. يعني باختصار شديد أرسطو رأى أن عقل الإنسان ووعيه وفكره بيتكون بعد أن يدرك الأشياء بحواسه، على عكس ما قال أفلاطون، بل أن أرسطو بيرى أنه لا وجود من الأساس لأي أفكار فطرية في عقل الإنسان. بعد كده بقى بدأ أرسطو بدراسة الكائنات الحية والموجودات أو بدراسة الطبيعة نفسها، وقدم لنا واحدة من أعظم منجزاته ألا وهي فكرة أو نظام التصنيف. فأرسطو قد قام في البداية بشكل مبدئي خالص بتقسيم كل ما هو موجود في الطبيعة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول اللي هو قسم الأحياء، وده اللي قال عليه أرسطو إنه بيحمل في ذاته إمكانية التغير للكائنات الحية وما إلى ذلك. أما القسم الثاني اللي هو قسم الجماد، وهو زي ما قال أرسطو لا يحمل في ذاته إمكانية التغير زي الصخر والتراب والجماد. القسم الأول بقى اللي هو قسم الأحياء قسمه أيضا أرسطو بدوره إلى قسمين، الكائنات الحية والنباتات الحية. وبرضه بعد ذلك قسم قسم الكائنات الحية إلى قسمين، الإنسان والحيوان. ومش كده وبس، لا وكمان بعد ما صنف كل تلك الموجودات رأى إن ورائها بل ووراء كل الظواهر الطبيعية وأيضا وراء كل التحولات في الطبيعة ما يعرف بالعلة الغائية. يعني ايه بقى العلة الغائية ديت؟ تعالوا بقى نفهمها كده بمثال بسيط. أرسطو مثلا بيرى إن المطر له علة غائية، يعني له غاية وهدف، ألا وهو تغذية النباتات اللي بدورها لديها أيضا علة غائية أو هدف، ألا وهو تغذية الكائنات الحية اللي بدورها لديها غاية ألا وهي تغذية الإنسان. وبالتالي يرى أرسطو أن وراء كل تلك التغيرات وكل تلك الغايات يوجد غاية أولية اللي بيسميها أرسطو المحرك الأول أو العلة الأولى أو الله، اللي بيرى أرسطو إن هو مصدر كل تلك التحولات في الطبيعة، فهو زي ما بيقول أرسطو المبدأ الأول للوجود. أما بقى آخر أهم ما أنجزه أرسطو ألا وهو تأسيسه للمنطق كعلم. يعني أرسطو بكل بساطة جعل المنطق عبارة عن علم له قواعده وقوانينه اللي نقدر عن طريق تطبيقها إن احنا نخرج باستنتاجات مقبولة أو براهين منطقية. يعني بمثال بسيط علشان نستعرف يعني ايه منطق، أرسطو مثلا بيقول إن احنا لو اعتبرنا مثلا إن كل الكائنات الحية تموت، دي كده اعتبرناها كقاعدة أولية، وقلنا بعد كده إن الحصان كائن حي كقاعدة ثانية. ممكن بقى عن طريق العلاقة ما بين القاعدة الأولى والثانية إن احنا نخرج باستنتاج إن الحصان يموت. أنا عارف إن هو مثال يبدو ساذج وبسيط، ولكن بس أنا بقوله كده علشان أبسط مفهوم علم المنطق. لكن طبعا لما بنطبق القواعد ديت اللي هي القاعدة ديت وأكتر من كده، بنقدر في النهاية نستنتج براهين معقدة شوية وتفاسير مقبولة. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اللي طبعا ما اقدرش ادعي فيها اني ذكرت كل اعمال الفلاسفة الثلاثة العظام، ولكن على قد ما اقدر حاولت اذكر اهم اعمالهم، وايضا على قد ما اقدر حاولت ابسط فلسفتهم بحيث نشوف مع بعض ازاي فلسفة الثلاثة فلاسفة العظام دول او حتى الفلسفة اليونانية بصفة عامة ازاي اثرت في الفكر البشري حتى الان.
وبكده بقى لو خدنا الحلقة اللي فاتت مع الحلقة ديت نقدر نلمس بوضوح حقيقي ازاي البشر اتطوروا من الفكر الأسطوري إلى الفكر الفلسفي العقلي القائم على استخدام العقل والمنطق اللي وصل بالإنسان زي ما شفنا إلى إنتاجه لعلوم كاملة زي علم الأحياء وعلم المنطق، وأيضا إلى إنتاجه لأفكار فلسفية رائعة زي فكرة الذرة اللي قلناها الحلقة اللي فاتت، وأيضا فكرة عالم الأفكار أو المثل اللي قلناها الحلقة ديت، أو حتى تقديم تفسيرات عقلية لبعض الظواهر الطبيعية. كده بقى فاضل لنا الحلقة الجاية اللي هتكلم فيها عن الفلسفة أو الثقافة الهيلينية اللي جات بعد مرحلة ما بعد سقراط، بحيث نخلص معاها كامل حكاية الفلسفة اليونانية، وأيضا هنخلص معاها حكاية ثالث منطقة كبرى من مناطقنا اللي هي منطقة أوروبا لحد عصر الإسكندر الأكبر، ونبدأ بقى بعد كده نخش في باقي مناطقنا. بس كده أشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام.